صباح الخير، السلام عليكم جميع. رايح على لقاح الكورونا الدوز 2 المرحلة الثانية. حاليا أنا على مدخل وهذا اللاين، يعني اليوم يعتبر ما في زحمة، عادة الزحمة بتوصل لبرا لآخر الشارع. حطوا لي هاي الإشارة على أزاز السيارة اللي هي بتقول أي راكب. طبعا هون بلشت الزحمة. هذا المركز مركز ضخم جدا، يعني بيخدم نص المدينة تقريبا. قربنا على مركز اللقاح، باقي عندي 3 سيارات قدامي وبيجي دوري ان شاء الله. هاي الناس اللي عم تشتغل، كوادر كبيرة، عالم كتير. هلا اخذنا اللقاح الثاني، بس منتظرين السيارات. لازم نطلع ننتظر نفس المرحله الاولى 15 دقيقه ليتاكدوا انه ما في اي يعني اعراض سلبيه، وبعدين بنمشي. How's it going? I am good. Do you happen to have your medical insurance card with you today? Yeah. Can I make a copy of it? Please report that you received the vaccines. We don't actually bill or charge anything to it. Your name? Thank you. Summer. Yeah, my wife. Yeah. Thank you. What's your date of birth? April 1st, 1975. All right, cool. Straight ahead. They'll put you in a line to get out. Thank of here. You. Thanks. Thank you. Thank you. One more, please. Thank you. Okay. Thank you. هذا اللاين للانتظار حتى يصير تقريبا 15 minutes، بعدين بنتكل على البيت. حبايبي شغلة بسيطة كتير بنصح كل الناس تاخدها. عم بيقولوا انه بعد 6 شهور ممكن يكون في لقاح ثالث،
معناها الموضوع عم يتطور. حاليا صار في تقريبا حوالي 200 نوع من الفيروس، كل نوع يختلف عن الآخر بشيء معين. الفيروس كتير عم يتطور، الموضوع مش بسيط. عم بيقولوا في شيء جاي من الصين، ما بعرف ليش كله صيني، يعني في شيء جاي من الصين لسه أسوأ من الكوفيد. فمنقول الله يسترى معنا، وشكرا كتير لكم. والمرحلة الثالثة بعد 6 شهور إن شاء الله بنرجع بننزلكم فيلم جديد، وشكرا، يعطيكم العافية، باي.